ولكن في أرضية الملعب لا شك أنه محترف كبير. وهذا كرة فرصة لناصر الشمراني سهلة ومرور لطارق التايب والشلهوب الآن يحتفظ بكرته. الكرة ملعوبة لويلهمسون يتقدم الآن والتسديد موجود ومن أمام ياسر القحطاني مرة تعدت الكرة الماضية لنادي الهلال. إن وستة مرور ممتاز للأمام وهذه الكرة ملعوبة الآن. ناصر الشمراني في المكان الخطير أمام أربعة هلالية وكرة ملعوبة خطيرة والفرصة فرصة أيضا تحرك البلطة. الليث الأبيض محاولة من الشلهوب للأمام انطلاق الآن لنيفز ونيفز يسدد ولكن وليد عبد الله في المرمى الحارس الدولي السعودي رقم واحد الآن. لعبد العزيز السعران يحاول المرور أمامه لاعبين والثالث بعد ذلك والكرة لا زالت خطيرة. عبد الله الزوري هذه كرة في المكان القدم الليبية هنا محاولة عالية ولاحظ أن الشباب خطير والكرة الماضية وهذا والسيد باتشيكو ثاني ضربة حرة مباشرة لتياغو نيفيز بالقدم اليسرى ملعوبة سليمة. هذا الكلام اللي قلناه لا تعمل خطأ أمام البرازيليين. وبعد ذلك وهنا كرة من ضربة حرة مباشرة هي برازيلية لا تخطئ أمام البرازيليين في المرة الأولى اصطدت في القائم وفي المرة الثانية ما راحت للقائم. من نوعية الفرق التي تقدم كرة قدم هجومية للأمام المحاولة موجودة لياسر القحطاني وحارس يذكرنا بالشلهوب زمان. محاولة موجودة يسجل هدف الأول تياغو نيفيز على التنفيذ والكرة ملعوبة بالرأس وهذه المرة من رأسية عبد اللطيف الغنام. هذه العروض الممتازة ويتصدر ولديه هدفين في شوط المباراة الأول ولكن الشباب قادر على العودة. الشباب قادر نعم الشباب جول الآن الشباب في الوقت المناسب يعود